نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا عبر سكايب دكتور محمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية للتكنولوجيا. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. مساء الخير على حضرتك، مساء الخير على مشاهدين إكسترا نيوز. الدكتور، في البداية إيه العوامل اللي أسهمت في تبوؤ مصر لهذه المرتبة؟ بنتكلم عن المرتبة الثالثة عربيا في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن أن تستفيد مصر من هذا التحرك في هذه المرتبة؟ شكرا على السؤال. الحقيقة مصر دايما بتشتغل باستراتيجية واضحة تماما، يعني مصر عندها استراتيجية للذكاء الاصطناعي من سنين، بنتكلم على كذا محور فيها: محور الخاص بالذكاء الاصطناعي للتنمية، محور الخاص بالذكاء الاصطناعي للتطبيقات الحكومية، محور خاص ببناء القدرات والاستثمار في التكنولوجيات الجديدة والتعاون الدولي، ومحور خاص بالتشريعات. احنا دايما قطاع التكنولوجيا المعلومات دايما بيشتغل باستراتيجيات حقيقة واضحة وقابلة للتنفيذ، ويتم زيارة الاستراتيجيه من حين لاخر لتحديثها. انا عارف حضرتك التطور التكنولوجي دايما بيفرض علينا نماذج جديده، فبالتالي احنا بنبقى محتاجين ان احنا نعيد زياره الاستراتيجيه من وقت لاخر، ان الاستراتيجيه هي كائن حي يجب ان احنا نبص عليه باستمرار، وخصوصا في مجال شديد التقدم وشديد التسارع زي مجال تكنولوجيا المعلومات. وده بيفتح لنا مجالات كتيره بقى، ان الذكاء الاصطناعي متوقع انه يضيف للعالم حوالي 15 تريليون دولار الناتج القومي العالمي في 2030، وما فيش قطاع من القطاعات لن يتأثر بالذكاء الاصطناعي حقيقة. وأنا بعتبر أن أي دولة غير قادرة على الدخول في عصر الذكاء الاصطناعي سوف تواجه مشاكل كبيرة جدا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية. فعشان كده الدولة المصرية شايفة هذا الموضوع باستمرار، أن التطبيقات لا متناهية، ابتداء من التطبيقات الخاصة بالتطبيقات العسكرية والدفاعية، للتطبيقات الخاصة بالصحة، بالصناعة، بالزراعة، بالخدمات المالية، في قطاع الطاقة. هي التطبيقات لا يمكن حصرها، والتأثير حقيقة للذكاء الاصطناعي تأثير جبار وواضح تماما. طيب هذا التأثير يا دكتور متوقع أنه يكون شكله إيه؟ يمتد لأي مراحل تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة؟ بص حضرتك، كلما زودنا توطين تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في كل القطاعات الاقتصاديه حقيقه سوف يعيد بناء وتشكيل هذه القطاعات. حقيقه لا يمكن وجود قطاع اقتصادي تنافسي النهارده بدون توطين التكنولوجيا، ومنها تكنولوجيات النشأه وعلى راسها الذكاء الاصطناعي. حضرتك احنا بنتكلم في وجود منظومات ذكيه للمدن، وجود منظومات ذكيه للنقل واللوجستيات، وجود منظومات ذكية لتقديم الخدمات المالية، وجود منظومات ذكية للصحة، لتطبيقات الزراعية. واحنا شفنا الكثير من التطبيقات هي ليست وليدة النهاردة، احنا بنشوف التطبيقات دي كل يوم، وشفنا الكثير من التطبيقات في هذا الاتجاه. وكمان وجود محور جديد اللي هو الشركات الناشئة اللي شغالة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهذا المجال يعني جذب الاستثمار في حدود 100 مليار دولار سنويا حقيقة. واحنا عندنا شركات ناشئه، احنا الشركات الناشئه المصريه هي واحده من افضل 20 شركه مثلا موجوده في مجال الذكاء الاصطناعي في مجال الشركات الناشئه. فحقيقه ده بيفتح لنا مجالات مختلفه بشكل جديد، وهو اصبح ضروره ملحه إيه لو كنا عاوزين نكون جزء من الاقتصادات القابله للنمو والاقتصاديات القابله كمان لامتصاص الصدمات والمرونه. ان الذكاء الاصطناعي تطبيقاته بيدي الاقتصاد والمجتمع قدرات على المرونه والتصدي للازمات الكبيره جدا. طيب دكتور، حضرتك اتكلمت عن نقطه مهمه، النقطه المتعلقه بالشركات الناشئه. ايه الفرص المتاحه امام الشركات الناشئه المصريه في مجال الذكاء الاصطناعي في الفتره القادمه؟ احنا تابعنا انه في الحقيقه الشركات الناشئه في مصر يعني عملت بومينج في عدد كبير من المجالات، يمكن على راسها الفينتك في الفتره الاخيره، وتم تصنيفها تصنيفات عالميه محترمه. بالنسبه للذكاء الاصطناعي متوقع ايه يكون اداء الشركات الناشئه في الفتره القادمه؟ اظن في نوعين من الشركات الناشئه اللي تستخدم الذكاء الاصطناعي او اللي هتعمل في مجال الذكاء الاصطناعي. اما الناس اللي هي بتطور التكنولوجيات الرئيسيه الخاصه بالذكاء الاصطناعي، وده مجال، والمجال الثاني الشركات اللي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي في تقديم خدماتها. ويمكن حضرتك المثال الخاص بالخدمات النقديه والخدمات الماليه او الفينتك حقيقه هي كلها قائمه على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لحد كبير جدا. زائد ان انا اتصور ان احنا عندنا في مجال الزراعه المتقدمه والزراعه الحديثه
الحديثه والراي الحديث في مجال كبير جدا للشركات الناشئه انها تطور تطبيقاتها في مجال الصحه. طبعا حضرتك حديث ولا حرج، احنا بنتكلم على الاكتشاف المبكر للامراض، بنتكلم على وجود علاجات جديده نتيجه تطبيق مفاهيم تحليل البيانات والتعلم العميق لخوارزميات الذكاء الاصطناعي. ممكن نجد ان احنا نقدر قادرين ان احنا نخش في مجال الاكتشاف الجديد او لعقاقير جديده، وده بيفتح لنا حتى مجالات كبيره جدا ليس فقط ووضع حلول لتحديات محليه، انما ده بيفتح مجال كبير جدا في الاستثمار في الجزء ده بالذات، ان الشركات الدوليه هي مهتمه جدا وحاطه مبالغ ضخمه صحيح. جدا في موضوع الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي لصالح الصحه، وده هيفتح لنا مجال للشركات الناشئه ان هي تبني شراكات مع شركات عالميه حقيقه لاحتضانها، ويمكن نصل الى فكره الاستحواذ عليها، وده طبعا من الحاجات الرئيسيه للشركات الناشئه بتسعى ليها في مجالات التصنيع نفس الشيء، في مجالات الخدمات الماليه واحنا اتكلمنا عليها، في مجالات الطاقه واعاده اكتشاف او استخدام الذكاء الاصطناعي في وجود مصادر جديده مستدامه للطاقه، خصوصا في مجال ان هو بيسمع في مجال التكنولوجيا الحيويه حقيقه، فطبعا ده ممكن يخلينا نعمل قفزه في مجال الطاقه الجديده المتجدده القائمه على التكنولوجيا الحيويه. وفي الامر في الاخر يا دكتور، النقطه اللي حضرتك بدات بيها حديثك هي النقطه المحوريه، انه اي دوله لا تواكب هذا التطور واحتياجات السوق العالمي من مجالات بيركز عليها في المقام الاول، يعني ستكون هي الخاسره، والدوله التي ستواكب ستكون الرابحه على الصعيد الاقتصادي. شكرا جزيلا دكتور محمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية للتكنولوجيا، على كل هذه المعلومات.